دلوقتي هنتكلم عن واحدة من الحملات التوعوية للسيدات اللي أطلقها مجموعة من طلاب كلية الآداب كمشروع تخرج ليهم، والصراحة هيتناولوا عدد كبير جدا من القضايا اللي فعلا بتعاني منها البنات والسيدات. الصراحة ناقشوا عدد كبير منها وسلطوا الضوء عليها ونزلوا على فكرة الأرض الواقع عشان نشوف عن قرب حملة تاء مكسورة اللي هيعرفنا بيها النهاردة دكتورة شيماء عبد الفتاح شاهين، مدرس بكلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة بنها، وكمان أحد الطلاب مريم ماهر بكلية الأداب. أهلا بيكم ومنورين. أهلا بحضرتك. الحقيقة أنا استغربت الحملة جدا، قعدنا نتكلم كتير. أنا بس في البداية عايز أعرف إيه الهدف من الحملة؟ نبدأ بدكتور شيماء. الهدف من الحملة كان تعليم الأولاد أن العلم بتاعهم مش مقتصر على العلم الأكاديمي اللي بيدرسوه داخل جدران المحاضرة. احنا محتاجين نطبق العلم اللي بندرسه ده هو ونتفاعل بيه مع المجتمع، نفيد ونستفيد. تبادل المنفعة في العمل المجتمعي ده شيء أساسي في طريقة التعليم الحديثة اللي مصرنا العزيزة بتسعى إليها على مستويات كتيرة، بالإضافة إلى أنه العائد بتاعه على الطلاب بيكون دايما فوق توقعاتنا، بيديهم فرصة أن هم يعرفوا أنهم مش محتاجين يذاكروا ويحفظوا وينجح ويحقق درجات، لا، هو محتاج ينمي مهاراته كإنسان اللي هيخرج بيها للمجتمع، ومحتاج ما يكونش شخص أناني كل اللي بيعمله المذاكرة وتحصيل الدرجات والشهادة. عندنا قضايا كتير جدا لازم فعلا نناقشها غير التعليم. ده حقيقي، واستخدام التعليم لمناقشة القضايا دي يعني أعتقد هتبقى دور فعال علشان نستخدم أبنائنا القوة الشبابية العظيمة اللي موجودة في مصر. جميل. دايما في الـ في الـ في الـ في, الـ في مشروع التخرج بيجتمعوا كده مجموعة من الطالبات، بيجي يقولوا لك مثلا احنا بيتناقشوا مع حضرتك وبيقولوا لك احنا ده المشروع اللي عايزين نقدمه. اوكي. الفكرة دايما بتبقى أبحاث مقدمة، مشروع تروحي تشوفيه، لكن فكرة ان هي تنزل فعلا لأرض الواقع وتشوف قضايا السيدات والبنات والمشاكل اللي بتتناول السيدات عشان يحلوها، ده كان يعني ده كان بالنسبة لك ايه؟ ده كان حلم ربنا جعله حقيقة الحمد لله. ده كان فكرة فردية لشخص واحد ولا كان مجموعة من الطالبات اللي طرح الفكرة؟ اللي اقترح الفكرة. أنا اللي اقترحت الفكرة. اقترحت الفكرة عليهم. كنا بدأنا في سنة تالتة نعلمهم يعني إيه دراسة حالة وإزاي نطبق دراسة الحالة دي على أرض الواقع. لما وصلوا سنة رابعة، بما أننا قدرنا نعمل دراسة حالة وندرس المجتمع بيقول إيه على الورق، الكلام اللي مظبوط عندنا، الإحصائيات اللي مظبوطة على الورق، الأبحاث اللي اتنشرت عن هذا الأمر، المقالات اللي اتنشرت، إزاي بقى ننقل ده للمجتمع؟ إزاي تنزلوا تعملوا لقاءات حلو. مجتمعية بحاجة زي كده؟ الفكرة كانت قوية جداً. أوكي. فكرة كانت جوهرية بالنسبة طبعا للدكتورة ان انت توصليها للطلبة. الطلبة بقى انتوا خدتوها، نزلتوا الارض الواقع الشارع، ابتدتوا تشوفوا تفاعلات مع السيدات وايه اللي بيحصل ليهم والبنات، ولا عملتوا ايه؟ احنا ما بدأناش، ما نزلناش الشارع الاول على طول. احنا اول حاجة عملنا دراسة الحالة زي ما اتعلمناها، بدأنا نشوف مين اتكلم في الموضوعات اللي احنا هنبدا نشتغل فيها. هل في احصائيات اتعملت عن الكلام ده قبل كده نقدر نعرضها على الناس؟ هل في حد اتكلم في الموضوع ده قبل كده؟ هل في مع او ضد في الموضوع ده؟ عملنا دراسه الحاله وعرضناها على دكتور شيماء طبعا. مرات طبعا بيتقبل اسئله، مرات بيترفض احصائيات، عشان نوصل للحاجه الانسب في الاخر اللي نقدر نعرضها على الناس تحت. عملنا الإحصائيات الأول وعملنا استفتاء كمان أونلاين بين الطلبة أونلاين الأول عشان نشوف إيه رأي الناس لما ما بيكونوش متشافين. لما الشخص يكون مش متشاف هيجاوب بصراحة أكتر ولا لأ؟ فخدنا الإحصائيات اللي اتعملت فعلا وعرضنا الإحصائيات على دكتور شيماء، وبدأنا إن احنا نكتب إيه الأسئلة اللي ممكن نقدر إن احنا نسألها للناس في الشارع والناس تتقبلها برضو، لأن الموضوعات بالنسبة للناس كتيرة في ناس تعتبرها شائكة. وبدأنا عرضنا الأسئلة على دكتور شيماء وبدأنا إن احنا ننزل نسأل الناس في الشارع. أول موضوع أو أول الأسئلة اللي نزلتوا بيها للشارع كانت إيه؟ لأن أول موضوع ده بيبقى المين دايما أو بيبقى ملمس مع السيدات والبنات، وهو ده اللي بيبقى عامل فيه مشكلة حقيقية. إيه أول الأسئلة تقريبا؟ فإحنا كان كذا مشروع يعني في كذا مشروع في الحملة، يعني الموضوعات كانت مختلفة. كان في عن الثقافة الجنسية، كان في عن الضريبة الوردية، كان في عن ضرب الزوجات، كان في عن أبرز الموضوعات هنا كان إيه؟
المرأة المعيلة والثقافة الجنسية كانوا أول مشروعين نزلوا الأرض الواقع وابتدوا يصوروا، كانوا أول مشروعين الطلبة اللي فيهم، الطلبة والطالبات. إحنا كمان من المميز الحمد لله شكري لك يا رب إن في أولاد كانوا جوه كل جروب، كل جروب في أولاد من الدفعة اختاروا إن هم عايزين يشاركوا طبعاً. يبقوا جزء من الحملة دي. من الحملة المرأة المعيلة كان فيها 3 أولاد لأن الموضوع بيخصهم بشكل شخصي، عشان كده بقى تسميتوه تاء مكسورة مش تاء مربوطة، صح كده؟ عشان كان في مشاركة من الولاد كمان، وعلشان نقول إن في أزمة، في أزمة ثقافة وأزمة أفكار مغلوطة خلت التاء المربوطة اللي بتشير إلى جمال البنت وبتشير طبعا إلى عفويتها وانطلاقها أصبحت للأسف مكسورة. خلينا نتكلم من الموضوعات الحساسة جدا واللي فعلا يعني الست بتبقى تعبانة، المرأة المعيلة اللي ملهاش حد يساعدها وملهاش ظهر وملهاش أجر مثلا، بتشتغل شغل مثلا ثابت ليها، ده حقيقي. لقيته إيه في أرض الواقع؟ أوكي، إحنا الإحصائيات بتاعتنا بتقول إن إحنا عندنا أكتر من 3.3 مليون سيدة معيلة، ومؤخرا الإحصائيات دي زادت وبقت 4.1 مليون مرأة معيلة، بمعنى إن إحنا عندنا أكتر من 15 مليون فرد في المجتمع مسؤول عنهم سيدات. المسؤولية المادية والاجتماعية والنفسية، ما هي مرأة معيلة دي هي مش بس بتسبورت الفاميلي بشكل مادي، لا هي قايمة بدورها كأم عادي طبعا، الجزء النفسي والمذاكرة والتمارين والرعاية وكل طبعا ما ذلك، بالإضافة إلى الجزء المادي. في عندنا 15 مليون شخص في مصر على أقل التقديرات اللي بيقوم بهذا الدور السيدة فيه. هل هي يا ترى بتلاقي بقى مننا إحنا كمجتمع الدعم، ولا بتلاقي للأسف الصدام والمواجهة والاستغلال؟ لا، هي للأسف بتلاقي الصدام والمواجهة والاستغلال في كل المصالح الحكومية اللي هتتوجه ليها، هيتقال لها فين اسم الأب مش مكتوب على البطاقة بتاعتك، فين إن أنت معاكي توكيل علشان تقومي بهذا العمل، بالرغم من إن هو القانون عاملها حاضن، لكن للأسف التنفيذ للقانون على بقية المصالح كلها أو الأماكن داخل الدولة غير مفعل. طيب نيجي من هنا وأسأل حضرتك، إيه النتائج اللي أنتوا وصلتوا ليها في قضية زي دي مثلا؟ هل توجهتوا مثلا للجهات المختصة في مثلا المواضيع اللي زي دي، سواء مثلا الجهات الحكومية اللي كانت المرأة مثلا بتتردد عليها المعيلة؟ إيه النتائج اللي أنتوا وصلتوا لها كمبادرة؟ الشباب اللي عندنا انضموا لجمعية في شبرا، وفي مجموعة تانية انضموا والجمعية في مكان آخر. الجمعية دي بتدعم في الأصل السيدات والنساء المعيلات. ده كان النتيجة اللي ارتدت على الأولاد والبنات، إن هم لما شافوا على أرض الواقع المعاناة طبعا اللي هم فاكرينها دي ست قوية ومفترية، لا هي مش قوية ومفترية ولا أي حاجة ولا أي ظروف. دايما الست بتتظاهر بالقوة عشان تقدر تعيش، عشان تقدر تحافظ طبعا على نفسها وعشان تحافظ كمان على أولادها وعشان تستمر، لأن ما عندهاش وقت للضعف. هي لو قعدت تضعف وتعيط هتقع، مين اللي هيشيل هذه المسؤولية اللي اترمت عليها؟ مين اللي هيقوم بهذا الدور؟ فلا، كان عندهم استعداد ان هم يشاركوا ويساعدوا هؤلاء النساء على الأرض. لكن فعل بقى خاص بإن إحنا نقدر نعمل حاجة غير التوعية، أعتقد صعب على طلاب الجامعات إن هم طبعا مش كفاية، لازم يبقى في جهات مختصة، جهات أخرى يعني. نأمل من ربنا إن شاء الله يكون في تعاون مع جهات أكيد في المستقبل إن شاء الله. نرجع بقى لمريم. مريم، أنت في سنة كامل أول، أنت خلاص اتخرجتي؟ خرجت. تمام، أنت مشروعك نفسه كان بيناقش إيه من القضايا المرأة؟ إحنا مشروعنا كان بيناقش الثقافة الجنسية، الثقافة الجنسية والمفهوم المغلوط عنها، لأن إحنا اكتشفنا في الآخر إن حوالي 65% من الناس اللي إحنا اتكلمنا معاهم عندهم مفهوم مغلوط تماما عن الثقافة الجنسية. الثقافة الجنسية بتبدأ من الطفل من وهو صغير، ان احنا نعرفه عن جسمه، نوعيه بجسمه بطبيعته، ايه المناطق الحساسة بالنسبة له، ايه المناطق اللي مش مسموح ان حد يلمسها، حد يلمسها سواء كان في الحضانة، دي برضو حاجة مهمة جدا، سواء في الحضانة، سواء الشغالات او المقيمات في البيت، دي حاجة برضو مهمة جدا، وفي النوادي برضو، في الحمامات وفي المدرسة.